السلام عليكم بنات، كدايرين؟ تنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو في صحة وعافية. اليوم نقدم معكم الهامبرغر بطريقتي الخاصة. تابعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا المقادير والطريقة. بالنسبة للمقادير، عندنا 1 كيلو ديال الفرص، اي 4 الكيسان ديال العنبة، 1 ساشي ديال الخميرة حمراء، عندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة، 1 البيضة، 3 المعالق كبار ديال الزيت، معلقة ديال السكر، ومعلقة ديال الخميرة المعجونة، والحليب للعجين، حليب يكون دافي. طريقة، تنجيبو شقصرية تنديرو فيها الفرص، عندنا 4 الكيسان اي 1/2 كيلو، عندنا قبيسات الملحة، عندنا خميرة معجونة معلقة كبيرة، عندنا معلقة ديال السكر، عندنا 1 ساشي ديال الخميرة حمراء الوزن 8 غرام، عندنا 3 المعالق كبار ديال الزيت، عندنا أبيض بيضة، والاصفر تنخليوه للدهن، وتنخلط هاد المكونات مزيان حتى يتخلطوا ليا. واللي ما اشترك في القناه يشترك. فضلا وليس امرا، ومرحبا بكم والف مرحبا في قناتي. وتنعجن بالماء دافي، عفوا الحليب دافي. يمكنكم تعجنوا بالماء دافي. العجينة تكون خفيفة، درت 2 كيسان تقريبا الحليب. وتنديرها فوق سطح العمل وندلكها شوية مزيان. من بعد ما دلكتها تندير 1 معلقة د الزبدة، وتندخل ديك الزبدة في العجين. هاد العجين هجربوه يجي خفيف. من بعد ما عجنتها ودلكتها تغطيه ببلاستيك غذائي ونخليوه يخمر. من بعد تنجيبو 1 المقلاة تنديرو فيها معلقة الزبدة، وتندير ديك الزبدة حتى تذوب. من بعد تنديرو 2 بصلات قطعتهم شنايف بحال الطريقة، وتنخليو ديك البصلة حتى تطيح يولي اللون ديالها ذهبي. تنحرك باش ما تلصق لياش. انا عسل انا هاد البصله. من بعد تنزيدو 1 معلقه ديال سنيده صغيره ونخليو هاد البصله تعسل مزيان. صافي نطفيلها. من بعد ما تعسلات البصله تنحيدوها فشي طبيصيل. وفي نفس المقلة تندير شوية الزيت، وتندير 1 البصيلة صغيرة شلطتها تكون رقيقة. هاد البصلة باش نشرمل بها الكفتة. تندير 1/2 معلقة ديال الملحة، 1/2 معلقة ديال البزار، ونخلي هاد البصلة حتى تطيح مزيان وتشحر،
وتنزيد واحد جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس، صافي ونخلط مزيان ونطفي. بعد عندي الكفته وديك البصله اللي كنت شحرت، تنزيد على ديك الكفته هاد التتبيلات تجي رائعة. عندي نص معلقة ديال الملحة، وتنشكركم على التعاليق اللي تتخليو لي. عندنا التوابل ديال الشاورما، عندنا معلقة كبيرة، هادشي اللي غادي نتبل الكفتة هي بالتوابل ديال الشاورما. عندنا الخبز المحمص، عندنا واحد معلقة ونص تقريبا، عندنا واحد البيضة، نجمع هاد الكفتة هي بواحد البيضة ونخلط هاد الكفتة مزيان حتى تدخل دوك المكونات. وتنتمنى تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. من بعد تنكورو ديك الكفته ونخليوها جانبا. من بعد ما خمرت لي العجينه تكون خفيفه، تنقطعها كويرات يكونوا متوسطين ونحطهم في اللاطا حتى تنكملوا العجين ديالنا كاملو. من بعد تنخليو العجين يخمر مرة تانية ونغطيه ببلاستيك. من بعد ما خمرنا العجين تندهنوه بديك أصفر بيضة اللي خلينا مع شوية الحليب، وتنرشلو شوية الزرارع أو الجنجلان اللي موجود، والفران تيكون سخون وندخلو الهامبرغر ديالنا يطيب خبز. وهالخبز ديالنا من بعد ما طاب تيجي خفيف، تنتمنى تجربوه. انقطع معاكم باش تشوفوا كي تيجي من الداخل. نكمل انا التقطع حتى نكملو كاملو. تيجي هاد العجين خفيف، ايوا تشريوه برا تصايبوه في الدار. نوجد معاكم واحد الصوص، عندنا واحد 3 المعالق كبار ديال المايونيز باش ندهن الخبز ديالي، عندنا واحد 2 معالق ديال لاموطارد، عندنا نص معلقة ديال التحميرة ومعلقة ديال سنيدة راه تحدفولي، وتنخلط مزيان. وستكون هاد الصوص ما ثقيله ما خفيفه. من بعد ندهن الخبز ديالي، ما ندهنوش بزاف، في شويه وصافي. حتى تنكملو الخبز كاملو، من بعد ما كورنا الكفتة تنجيبو مقلاة تنديرو فيها شوية زيت وتنقليو ديك الكفتة.
بعد ما تتحمر تنقلبوها على الوجه الثاني يتحمر حتى تطيب لنا ديك الكفته. بس تنحيدوها في شي طبيصيل ونطلقها. ولأول مرة تدخل لقناتي مرحبا به ألف مرحبا. من بعد ما دهنت الخبز ديالي ندير ديك البصلة اللي عسلت ندير ديك البصل اللي عسلت في الخبز كامل. من بعد تنجيب الخص وتنستف الخص فوق ديك البصله حتى تنكمل باش تجينا الطريقه سهله. تنستف الخبز ونعاود له البصله ونعاود له الخص حتى تنكملوا. وتندير مطيشة قطعتها دوائر والكفتة اللي كنت صايبت نحطها فوق مطيشة وتنجيب ديك لاصوص وتنديرها بداك الشابو هي شوية وداك الفرماج ديال الساندويتش راه تحذف لي الفيديو. وتنجيب كيغدون وتنقادو فوق الخبز ديالي وتنكون قطعت الفرماج حمر. وهذا هو الشكل النهائي. تنتمنى يعجبكم. بالصحة والراحة. جربوه ما هديش تندموا عليه. الى فيديو جديد. مع السلامة.